كان في معلق عظيم جدا يعلق على هذه المباراة، والنهارده الناس اتكلمت عنه زي ما اتكلمت عن النادي الاهلي وعلى بيتسو موسيماني وعلى نجوم النادي الاهلي، اتكلموا عنه عشان حبه الشديد جدا اللي اظهره لبلدنا مصر، حبه الشديد اللي اظهره للنادي الاهلي، كلامه اللي كان فيه اغاني كده، اللي كان فيه شعر طول الوقت، وفي حب شديد جدا لبلدنا مصر وللنادي الاهلي. حابين نوجه له التحيه وحابين نشكره وحابين نشيد بما فعله اليوم. الناس كلها كانت بتتكلم عنه النهارده، المعلق الاماراتي عامر عبد الله. يا فندم صباح الخير، مشرف ومنور. اهلا وسهلا ومرحبا، وانتم اللي منورين الدنيا كلها، وده شرف كبير اني استثني اكون معاك واكون في برنامجك المميز. شرف يا فندم، شرف كبير جدا. انت النهارده كنت مميز للغايه، واكيد تابعت ردود الافعال، الناس كلها النهارده تتحدث عنك بكل الخير، لانك النهارده تحدثت عنا بكل الخير. تحدثت عنكم من القلب الى القلب، وتحدثت عن مصر ومصر وطني ووطن كل عربي، وتحدثت عنكم بما يمليه علي يعني قلبي تجاهكم. مصر بتاعتنا كلنا، مصر بتاعت العرب، مصر بتاعت الإنسانية، مصر بتاعت الحياة، مصر بتاعت كل حاجة جميلة. صدقني أستاذ الكريم، يعني كل ما وصل، يعني كل ما وصفته اليوم لم يكن محضرا ولم يكن مكتوبا ولم يكن يعني فيه استجداء استعطاف الناس بقدر ما هو كان تعبير عن ما هي مصر. مصر لا توصف بكلمات ولا توصف بتعبير ولا توصف. الناس كلها بتحب مصر، بس يمكن ربي اكرمني اني انا قدرت اعبر، قدرت اوصل وقدرت يعني اتوفق واوصل للمصريين. لكن انا اعتبره يوم تاريخي بالنسبه لي، وشرف كبير جدا والله. هذا اليوم الجميل جدا اللي ما راح انساه ابدا. هو كان يوم عظيم جدا. قول لي ردود الافعال، ردود افعال الناس، جماهير النادي الاهلي والجماهير المصريه بعد تعليقك على المباراه، تابعتها؟ دخلت على تويتر، بصيت وشفت الناس بتقول ايه، اتكلمت مع الناس، شفت تعليقاتهم، رسائلهم ايه، ابرز الرسائل اللي جات لك او التعليقات اللي شفتها وفرقت معاك وحسيت ان هي كانت تعليقات تقدر ما فعلته اليوم؟ يكفيك اني اقول لك من الاف الرسائل لم تصل رساله الا كانت حب وتقدير. عظيم. هذا الشيء يعني خليني اقول لك يعني حملني مسؤوليه كبيره جدا. تقدير الناس، محبه الناس، احترام الناس، هذا اللي يبحث عنه الاعلام يعني في نهايه المطاف اذا اتسم بالمهنيه او بالمصداقيه، ونسال الله ان نكون منهم يا رب. لكن بصراحه يعني ردود فعل، يكفيك اني انا حسابي في الفيسبوك، تعرف احنا في دول الخليج احنا اصحاب تويتر، انتم اصحاب فيسبوك. طبعا. اليوم رجعت صفحتي في الفيسبوك من كثر ما وصلني يعني هذا الشيء، ردة فعل مهولة، ردة فعل ما يستوعبها بصراحة عقلي، ما أقدر أرد. أنت تعرف أحيانا بعض الكرم لا تستطيع أن تقول له شكرا، فشكرا لا تفيد حقه. فالتزمت الصمت في كثير من المواقف لأني مش قادر أرد على هذا السيل الكبير جدا من الاحترام والتقدير والمحبة. الحمد لله اللي جعلني في هذا الموضوع، الحمد لله الذي وفقني، والحمد لله اللي أوصلني إليكم. وأسأل الله أن دائما مصر تكون في فرح وفي سرور وفي خير وفي أمن وأمان. مصر تعنينا الكثير يا أستاذي، تعنينا الكثير، مصر غالية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. أنا مش هعرف أضيف أكتر من اللي أنت قلته ده، أنا حقيقي بشكرك من كل القلب بصراحة. أشقائنا في الإمارات كالعادة حبهم لبلدنا مصر وحبنا ليهم كالعادة موصول دائما. أنا بشكرك شكرا جزيلا، المعلق الرياضي عامر عبد الله، أشكرك شكرا جزيلا. حلو المشاعر لما تحس إنها طالعة من القلب حقيقية. راجل النهاردة بيعلق من جوه قلبه، بيقول أشعار، بيقول أغاني في بلدنا طول المباراة، طول المباراة الناس حست. أصل خدوا بالكوا، انا ممكن اطلع اجامل وانت بتجامل، كلنا ممكن نقول كلمات مجامله لطيفه، بس الكلام اللي بيطلع من القلب بصدق كده كده الناس بتحسه، ومش محتاج بقى تقول له خد بالك ده الراجل ده كان النهارده بيعلق بصدق. شوف النهارده على السوشيال ميديا الناس كلها ازاي تتحدث عن المعلق الاماراتي عامر عبد الله بكل الحب، بعد ما ادانا كل الحب النهارده في تعليقه على مواجهه النادي الاهلي ونادي الهلال السعودي.